ممثل كوميدي ابتدى يلمع في مجموعة من الأدوار الكوميدية في أعمال مختلفة، يعني في دور محسن ممتاز، في دور أحمد عرابي، وفي لالا لاند كان فرج. مجموعة مشاهده بتقول إنه في سنوات قادمة لهذا الكوميديان أدواره فيها هتكبر وتكتر. يا غزال هجيبك. انت متاكد ان احنا في الهند؟ في الهند. وانك عميل في الهند؟ في الهند. ومين ده؟ جوز الهند. ما تفك كده يا ادم باشا، احنا ساعه بريك. انت هتكون الراجل بتاعنا في الدوار، واحنا من جانبنا هنعمل تحرياتنا. هبعت لك اتنين رجاله من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمه سر. ويا ترى هي ايه كلمه السر دي؟ اروح ادور، اروح ادور، اروح ادور. تقوم ردد عليهم وقايل لهم على نفسي دي صفقة المخدرات. مخدرات ايه؟ المخدرات اللي احنا بندور عليها. دي حلاوة بايظة. حلاوة بايظة ايه؟ واكتب اللي حلاوة بايظة. دي حلاوة بايظة. ايوه. الله يخرب بيتك، دي المخدرات اللي بدور عليها. طب ما تقلقش، تعالى دلوقتي نروح نجيب كل الحلاوة اللي في السوق ونشوف المخدرات. قوم نجمع الصفقة كلها. ماشي حاضر. يا نهار اسمح ونجل. الله يخرب بيتك. اصل انا برسمك في خيال الاول عشان اول ما اشوف الورقة اطبعك على طول. لا حلو ده، يلا. اديني بقى نظرة اجلاسيه لميع. بوزك هناك، دقنك فوق، كله فوق. ايوه فوق، يلا فوق. الخامس يا كريم. يا اخي حرام عليك، حرام عليك، ما تديني السبعه ورا بعض. ليه بتديني كل واحد لوحده؟ ده صدمه المفاجاه بتوجع اكتر من صدمه الجفا نفسه. ما هي دي اللذه. الى اللقاء، الى اللقاء في القفا القادم يا خريو. الفنان الكوميديان محمد ثروت، مؤخرا لقيناه كاتب بوست ملوش علاقه بالكوميديا، بوست جدي جدا يعني. قاعد يتكلم ويحط برضو بعض الايموجيز، الصور اللي فيها حب، وختم البوست بيقول: عمرت لي بيت وجابت لي احلى هديه في عمري، سليم. اتخيل الموت ولا البعد عنها، يا رب يجمعنا ما يفرقنا، ويزرع في قلوبنا المحبه والموده والرحمه، ويبعد عنا كل شر، يبعد عنا شر كل واحد حاقد وحاسد. ملحوظه: حسنه الدنيا هي الزوجه الصالحه. وراح كاتب اسم مراته منى جمال. ليه عامل الرساله المؤثره دي؟ خلينا نستقبل الفنان الكوميدي محمد ثروت. السلام عليكم. سلام. ايه الحظ النعيمة دي؟ لسه انا اسف والله. ايه الايدي النعيمة دي؟ معلش اصل ما خدتش الترياق بتاع الصبح اصلا. الترياق بيحصل لي حاجات كده لما فعلا. اه والله. لا قوه الا بالله. انا قالوا لي ان انت عايش في الكوميديا صبح وليل وليل وصبح. انا بحب الاكسسوارات عموما يعني، بحب اغتني شويه حاجات كده فاهمه، زي يعني يعني انت حاجات الودان والحاجات اللي بتلبسها في المسلسلات دي مقتنياتك الخاصه؟ بتاعتي انا، الحاجات الخاصه مقتنياتك. اه مش الانتاج يعني. اه لا، نضارات بتنور مثلا، ودان، سنان، مناخير. ليه ليه يا محمد؟ بحب كده العب في البيت الكاركترات كل شويه. طيب قبل ما نسال على البوست، انت عملت كتير من الادوار اللطيفه جدا، بس في لالا لاند الناس ركزت معاك. دور فرج. هو يمكن عشان فرج اصله شخصيتين في شخصيه يعني. يعني زي ما تقولي ايه، ظبطت نفسي في الكاركتر يعني، لو عملت شخصيتين في كاركتر واحد. بس تخيل ان كان في حاجات انت اللي يعني انت اللي ارتجلتها. في حاجات ارتجال كتير يعني، في هتلاقي الخناقه دي ارتجال، وكنا قاعدين انا واستاذ احمد الجندي. لا يعني ايه الخناقه ارتجال؟ يعني مفيش خناقه اصلا. لا مفيش، هو ما كانش في خناقه. يعني هو في يعني هو بيتكتب في الورق بين قوسين خناقه، بس الخناقه هتشوفيها ازاي مش مكتوبه كده. فانت بقى في شخصيتين جواك، في صراع، فواحده بتضرب الثانيه. ايوه. ده اتفقنا عليه انا واستاذ احمد الجندي. هو كان مكتوب اساسا ان هو يبقى يعني ده فرج الشرير بيضرب فرج الطيب. ده فوم على فكره مش طوبه. مش هضرب نفسي بالطوبه.
فالمفروض ان هو كان مجرم عموما يعني احنا عاملين ان هو مجرم ومترحل ده اخدت بوكس ده يعني وبيشدوا بقى من شعره بقى وبتاع وعايزين ينزلوا الميه يغرقوا يعني هو وفرج بيقاوم المفروض ان فرج بيخنقه والتاني بيقاوم فعايز عايز يخلصه من يعني خلص من رقبته فراح بيديله بالحجر فسابه فالتاني اللي خد الحجر دوت بيقعد يشتمه شويه فالمهم التاني سابه ومشي فالتاني راح شتمه يعني فراح وقعه فرج الشريط طبعا بيسحبه بقى من راسه عايز يوقعه في الميه والتاني بيقول له لا مش عايز انزل الميه ومش عارف ايه فطبعا الطيب ما بيلاقيش حاجه غير ان هو بيعضه هو كده ما انت على فكره بتشرح لنا برضو حاجات فاتتنا يعني يلا بينا ليه انت بتعملوش كده ليه انت بتخون الناس اللي قلعاكم ليه ارجعوا ارجعوا ليه عاجبك كده اهو ماشي وسابونا انا هفرجك ايه حصل ده فرج الضرب بتضربني طب يا عم انا بشوف شايفك لا لا انا مش بكلمك ده عامل نفسك مش سامعني لا يا عم مش جاي لك بتضربني يا ابن بتعمل ايه يا فرج لا لا انا ويتك تضرب لي بالطوبة؟ ماشي انا هوريك لا يا صفاك لا انت هتنزل المية اغفل عنك لا مش عايز انزل لا لا يا صفاك لا فكرني مين اللي انتصر الطيب ولا الشرير؟ لا الشرير بقى في الاخر اتبهدل يعني فرج الطيب هو لحد الحلقه اللي هي الاخرانيه خالص المفروض ان هو في ديالوج كده ان الطيب يقول للشرير ابعد عني بقى خلاص وانا مش عايز اعرفك تاني وكان فبيسيبه فبيجي ان هو بيزنه في حته ان هو العصابه بتجري وراهم وبتاع فالطيب بيقول لو كان الشرير موجود كان نفعنا دلوقتي كان صحيح حارب على الاشرار دي وخلصنا فبيجي له الشرير بيخلصهم في الاخر يعني يا فرج يا عيله عربي معلش يا اخويا ما اقدرش الحقك اصلا انا جميل يعني كان لازم اقول لفرج ابعد عني مش كان لحينا دلوقتي بتين ده حبيبي يا فرج الحمد لله انك ما مشيتش الحمد لله يا اخي بالرغم انك عيل خرو لكن برضك ليك معزه عندي يا حبيبي يا فرج حبيبي يا فرج نزل ايدك لا يقولوا علينا كلام مش هو انا هروح الحق الواد اللي بيتعزق دوت ولا هستناك هنا يا فرج تعالى معايا انا بقول لك قوم يا عربي الحمد لله اني لحقتك قبل ما تموت الف شكر يا مستر كاراتي حاسب عربي السابع يا حيدي طيب انت ابتديت بقى مع خالد جلال او ابتديت الاحتراف مع خالد جلال بعد الجامعه بعد الجامعه احكي لي بقى الليله بص انا خريج تجاره جامعه عين شمس وتجاره 4 سنين انا قعدت 7 سنين انت كنت متفوق بس عشان امثل ما مبدئيا يعني اخش الامتحان بتاع اخر السنه دوت اروح ايه كاتب اسمي على ماده او مادتين 3 مواد يعني وامشي فاطلع ب3 مواد فاقعد السنه اللي بعديها فبمثل يعني شويه يعني ده سقوط مع سبق الاثاره والترسل لا انا عايز اقعد عشان امثل ما ولا انت مش فاهم حاجه من اسئله من رؤيه الاسئله لا تجاره ما تجاره الحسابات زي الكتابه معروفه يعني فتحفظي قوانين خلصت الليله انتهت بس هو انا بقصد عشان امثل في مسرح الجامعه فقعدت 7 سنين في الجامعه طب ما تتخرج وبعد كده تمثل ما انا والله بيني وبينك ما كانش ده موجود في عقلي ما جاتلكش الفكره دي اللي هو يعني بحب مسرح الجامعه وبمثل والكلام ده كله
بعد كده حوالي مثلا سنتين اللي هم الفرق الحره، يعني عملنا فرقه حره كان اسمها فرقه عين الشمس، وقعدنا نهرب في مهرجانات اللي هي الصاوي ومهرجان مثلا شبرا الخيمه الدولي ومهرجان امبابا الحاجات دي فاهمه، اللي هي المهرجانات اللي هي المسرح الصغير. ايوه ايوه ايوه. ونقل على الساقيه مثلا شويه وبتاع. وبعد كده شفت مسرحيه اسمها ايامنا الحلوه، دي الدفعه الاولانيه خالد جلال كان فيها مركز ابداع، مركز ابداع الفني، دي الدفعه اول دفعه خالص مركز ابداع الفني. كان فيها بيومي فؤاد، وكان فيها نضال الشافعي، وكان فيها ايمان سيد، وكان فيها سامح حسين، وكان فيها احمد السلكاوي، وكان فيها يعني وشاب محمد شاهين. الدفعه المشهوره، الدفعه المشهوره دي. وبعد كده فقلنا احنا عايزين نخش الدفعه الثانيه. طب فكرني كده في قهوه ساده كده، يعني انتوا كنتوا هي بطوله جماعيه او الحقيقه كلكم كنتوا ابطال، فكرني باحلى مشهد بالنسبه لك في قهوه ساده. هو احلى مشهد بالنسبه لي اللي هو المشهد اللي هو بتاع رأفت الهجان، اللي هو ايوه ده انتوا جبتوه على طول. ليفي انت اسمك من النهارده ديفيد شارل سامحون. شفت يا محسن بيه يا آلهة الأولمب إن روما هتحترق. بعد كده عملت كبير قوي محسن ممتاز. محسن ممتاز. وعلى فكره بالمناسبه الحلقتين دول ما كانواش جايين لي اساسا، يعني كانوا جايين لاستاذ يوسف شعبان اساسا، لان هو الافيه ان هو الكبير قوي يروح المخابرات فيلاقي محسن ممتاز زي ما هو، يعني زي ما فاهم ازاي. فعرضوا الحلقتين على استاذ يوسف شعبان، فقال لهم انا بعمل نفس الافيه في فيلم اسمه الفيل في المنديل بتاع استاذ طلعت زكريا. فقال له طب احنا هنلغي الحلقتين وبتاع، طب هينفع كده؟ فمش عارف مين اللي قال ده في واحد في قهوه ساده بيقلد يوسف شعبان حلو قوي، وبيقلده برده في رأفت الهجان، لان هو شاف لي المشهد بتاع رأفت الهجان. فالمهم رحت هناك عندهم المزاريطه وبتاع، فقعدت مع استاذ احمد الجندي قريت المشهدين وبتاع فقلدته، فلقينا ان هو ايه هيبقى فيك قوي لو هو طلع يوسف شعبان. هو يعني مهما حطينا باروكه ومهما حطينا شنب بس مش هيبقى يوسف شعبان هو هو. فاستاذ احمد الجندي اقترح ان هو يبقى ابن محسن ممتاز، يبقى ابن محسن ممتاز بس. وقد كان. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل اقعد. ازيك يا كبير؟ باه، تعرفني؟ طبعا. خير يا سيدي. يعني سؤال الاول بس، يعني قبل ما ادخل في الموضوع، اسم حضرتك لفت نظري. هو حضرتك تقرب للاستاذ؟ ايوه انا اسمي محسن ممتاز، ابن اللواء محسن ممتاز. بتاع رأفت الهجان صح؟ تمام. ابن اصول والله، انا معجب بابوك جدا جدا جدا، ده ياما طلع من تحت يده جواسيس ومخبرين وعملاء. هو ليه ما بيعملش مسرح؟ ومقل شوية في أعماله. المهم أنت كنت جاي تبلغ عن إيه بالظبط؟ إيه ده؟ هنتكلموا هنا؟ مش هنطلع على جهاز كشف الكذب الأول؟ لا كذب إيه يا راجل؟ أنت هتكذب من أولها ولا إيه؟ والله العظيم ثلاثة ما في حاجة كلها كذب. وأنت لسه قلت حاجة؟ معلش، الرهبة بتاعت المكان بتاعت حضرتك يعني. لا أنا عايزك تهدى وتاخد راحتك على الآخر، كأنك في الدوار بتاعكوا بالظبط، وبتكلم واحد صاحبك. طبعا تحية للفنان يوسف شعبان، تحية كبيرة للفنان يوسف شعبان. ايه بقى البوست اللي انت كتبته ده، اللي انا مش عارفة هل هو كان له مناسبة ولا الحب في المطلق؟ في المطلق الحب من غير سبب قلة أدب. لا ده هو لازم الحب يكون من غير سبب. لا هو البوست ده انا كتبته كنت اول مرة اشوف بنك الحظ، فيلم بنك الحظ. وبعد ما شفته الحمد لله انبسطت جدا، وكنت شايفه انا ومنى. منى مراتي. وكنت مبسوط جدا بمدى انبهار الناس بالشخصيه اللي هي كانت موجوده اللي هي زئرو. والفيلم ان هو بيضحك الناس جدا وبتاع. فقعدت مع نفسي كده شويه، لقيت ان هي منى
كانت معايا من زمان عموما يعني من ايام ما كنت ما فيش حاجه خالص ما حدش مؤمن بيكي الا هي بس الباقي كله شايفك لا ما فيش حاجه يعني ايه ما فيش فلوس وما فيش مستقبل وما فيش خالص يعني يعني خالص وانت تلاقي حد يقف جنبك الوقفه دي طبعا ده يتشال على الراس اكيد يعني ايوه بس يعني اكيد انت كان عندك يعني في حاجه هي اللي خلتك تقول الحب ده كله تدلدقه كده اه والله هو ده الاحساس ده فعلا والله حسيت ان انا لازم اكتب كده يعني انت عملت دور حلو مش دور حلو بس انت عارفه لما تبقى انت مثلا في ستيب فوق ستيب فوق ستيب وبتاع فتلاقي ان انت يا سنه وصلت لاخر درجه اللي هي البنك الحظ مبدئيا مين اللي في الصوره دي يا محمد دي مراتي لا انا عرفت مراتك بس مين بقى العريس أنا. ده واحد شكل مش شكلك انت ما انا وشي عامل زي العربيه الفولكس اللي خط فيه بيبان يعني لا لو حطيتي طيب ايه المقدمات اللي وصلت للحظه السعيده دي لحظه الفرح وست يعني ماسكه بدلتك المقدمات هقول لك انا ممكن يعني هقول لك على حاجه انا كنت في الجامعه بعد ما اتخرجت خالص فكنت باجي مسرح الجامعه على اساس ان انا حد قديم وليه احترامي كده وبتاع ولسه يعني ده قديم ومتخرج بقى فاحنا جايين ناخد خبرته كمسرح جامعه طلبه وبتاع فقعدت حوالي مثلا 3 سنين اشوف منى ده مسرحيه انت حر في الجامعه فقعدت 3 سنين بشوف منى اللي هو ايه رايك يا محمد وبتاع وايه رايك يا استاذ محمد كانت بتقول لي استاذ محمد وبتاع مع حد قديم بقى وجاي وبيجيب لي الشاي وجيبوا لي مش عارف ايه وبتاع فقلت لها الحمد لله كويس برافو الدور ده كويس بس لازم تخففي هنا ده مش عارف ايه لا الكاركتر ده حلو لا هتتقيمي لا الكلام ده كله دي مسرحيه انا وهي اسمها حاله طوارئ ف على فكره انا عرفت مراتك بس برضه ما عرفتكش برضه يعني فقعدت حوالي 3 سنين العلاقه ما بيننا كده اللي هو لا الكاركتر لازم يخف شويه لا لازم تحطي اكسسوارات لازم مش عارف ايه كده بعد كده منى كان في نص كده ما اشتغلتش فيه فكانت مسؤوله عن اللي هي صاله العرض ذات نفسه اللي هو الكراسي وبتاع والكلام ده كله اللي هو دخل كبار الزوار وبتاع والكلام ده كله فقابلتها في اليوم دوت فحصل زي لينك كده بينا وبين بعض شوفي 3 سنين ومفيش غير اللحظه دي فخدت ارقام تليفونات بعض وبتاع وقعدنا نتكلم وبتاع والموضوع كبر يعني ما صغرش مين بقى اللي اعترف يعني بقى عشان اوصل للقطه دي مين اللي اعترف بحبه الاول انت ولا منى لا منى كانت اشجع مني الصراحه بس انا كنت هحاول بس انا عايز يعني بس اللي هو مفيش مستقبل مفيش اي حاجه مفيش سجاير مفيش مستقبل مفيش جنيه وانت قاعد ساكت فانا اوريدي لازم اقعد ساكت انا عارف الموضوع انا عايز الموضوع اوريدي مفيش مشكله ولكن مش هينفع اللي انت بتقولي ده عشان مفيش اي حاجه ما انت لازم تركزي في حاجه يعني لقيتك ساكت 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 راحت الست اضطرت جرى ايه حسب الله جرى ايه حسب الله بقى الله لا ده كلام كده يا محمد كده ايه صح حسب الله كده كده ده زمانها يعني الموضوع ده حاسس في نفسيتها قوي لحد ما لا خالص بالعكس يعني عايز اقول لك ان انا منى بالنسبه لي يعني بحس ان هي يعني ما فيش يوم ما يعديش غير لما اشوفها فيه او لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه حاجه بيني وبينها يعني ما ينفعش فيه ما تعديش يعني ما اتخيلش ان هي تبقاش موجوده كل ده ما يغفرش ان انت خليتها مضطره تقول لك ان هي اللي بتحبك الاول ما انا بقول لك في دافع عندي حضرتك يا استهانه ما حضرتك ما قدرتهوش طب خلينا بس نشوف يعني نشوف السنين عدت الحمد لله والموقف عدى منى قاعده معانا هنا اهلا بيك يا منى اهلا بيك يا منى ما تتفضلي منى جمال زوجة محمد صاروخ اهلا اتفضلي بيك يا حبيبي ده اسمه كلام ده انا لقيت بقى قصه حب عنيفه وبتاع قلت ايه قلت يعني قعد يشعر فيكي كتير قبل ما تتجوزوا لا انا جريئه عنه وهو خد وقت طويل قوي بيفكر يعني حسيت انه مش قادر يقول الجمله فقلت اختصر الطريق بقى مش هقعد 10 سنين قبل ما يقول لي بحبك يعني هو حقيقي كان بيحبني بس هو كان خايف يقول لي بحبك عشان يخسرني اقول له لا مش عايزه مش عايزه ارتباط كده بس ساعات احنا كرجاله بنتسكى في الموضوع دوت والله أوه. انت تسكت كتير اكيد الواحد بيتسكى انت اتعلمت من اخطائك شاب بيتسكى مفيش شاب ما بتسكش قبل كده بخلاف برضو ان هو ايه برضو انت لسه خارج من الجامعه ما فيش شغل ما كنتش متوظف ما كنتش في وظيفه ما فيش شغل دي حاجه الحاجه الثانيه انا بجري ورا حلمي اللي هو عايز ابقى ممثل عايز ابقى حاجه في المجال دوت فبالتالي لازم تجري ورا حلمك الاول عشان تعملي كده
وقلقانه طبعا لا يكون مثلا ايه اللي انت اخترتيه ما ينفعش ان هو يكمل معاكي عشان في ظروف تانية وبتاع، فيبقى في صدمه بقى يعني الفنان. يعني كنت بتحبها في صمت؟ اه صح؟ ولا لا في صمت هو في صمت بس مش عايز اصرح عشان اول حاجه ما تسكش ما اسمعش كلمه لا عشان كرامتي في كل شيء. شوفي انا ضرب بالجزمه لكن كرامتي في كل شيء. لا 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 لا, لا, لا كرامتك محفوظه. كرامتك محفوظه. احكي لي يا احكي لي حدوته من ناحيتك انت. لا هو محمد ده كان خريج، ده كان خريج وبيجي يعني ايه واخد وضعه وبيشرف عليكم. محمد كان بيجي يزورنا اللي هو حد قديم وبيتفرج علينا احنا بنمثل في مسرح الجامعه، فاللي هو ايه رايك يا استاذ محمد طب يعني ازود هنا افيه ازود هنا حاجه. ده حقيقي زي ما قال كده الثلاث سنين اللي احنا قضيناهم ما فيش اي حاجه خالص لغايه ما انا قابلته فعلا. اللينك اللي حصل ما بيننا ده انا بالنسبه لي هو ممثل شاطر جدا، بيوصل المعلومه بطريقه كويسه جدا، فابتدينا نتكلم فتره طويله جدا في التليفون مش بنتقابل خالص. نتكلم عن حياتنا عن حياتي عن حياته مشاكلنا لغايه ما جينا في مره تقابلنا. فها هتقول ما بيقولش هتقول لا يعني ده حوار داخلي بينك وبين نفسك ولا بتقولي له؟ انا بقول ما هو بيتكلم معايا احنا قاعدين مثلا 3 ساعات في كافيه ما فيش ما بينطقش. فقلت بقى طب ايه اقول له ولا محمد انا بحبك. قال لي وانا كمان. لا لا واستحملت كتير مونا استحملت كتير. احنا اتخطبنا قد ايه؟ 2008 واتجوزنا كتبنا 2012 واتجوزنا 2011 واتجوزنا 2013. الست سنين دول بقى كانوا ايه؟ كانوا يعني كانوا سلسين وانتوا فاهمين ان انتوا يعني بتبنوا مستقبلكم خلاص ولا كان الموضوع صعب؟ ان هو الجواز كان صعب طبعا. لا كان صعب. لا الموضوع صعب يعني. هو كان في تفاهم ما بين الاهل جدا يعني. انا والدي كان متفهم جدا موضوع محمد وكان شايف ان هو بيدور على حاجه حلم وكان بيحبه جدا جدا كمان يعني كان مصدقه قوي وما كانش عنده مشكله في اي حاجه غير ان انت حافظ عليها يعني حافظ عليها ما تزعلهاش ما كده. وهو بصراحه ما كانش يعني بيعمل حاجه غير كده. طب ومامتك؟ لكن مشاكلنا بقى في لا نفسيا مامتي لا اكيد لا. ماما كانت على طول باستمرار يلا بقى عايزه افرح بيكي يلا فين بقى فين بقى يلا مش هنعمل فرح. حاج الله يرحمه بقى كان هو بيهديها بقى. دي ماما ودي ماما محمد. يعني انت حماتك كانت مغلباك؟ ها مش مغلبه والله لا لا خالص لا لا خالص. بس هي حته اللي هو ايه طبعا يعني خطوبه لما تطول تبقى 3 سنين 4 سنين وما فيش تقدم خالص فاللي هو فين يا ابني. لا وانتوا في الثلاث سنين 4 سنين بجد ما كانش في اي تقدم؟ لا في حاجات اللي هي ايه مثلا مش الشغل اللي هو يعني بقيت اللي هو فيه شغل تمثيل ولكن اللي هو مثلا ايه اعلان فاخد فلوس الاعلان اروح اعمل بيها حاجه في الشقه. مثلا حلقتين بتوع الكبير اروح واخد فلوس الحلقتين بتوع الكبير دول اعمل بيهم حاجه ثانيه. يعني او ما بحبش. طيب فلوس الكبير قوي دي عملت بيها ايه؟ محرت بيها الشقه ولا ما تقريبا فاكره ولا جبنا السيراميك؟ جبنا السيراميك. لا دي حقيقه جبنا سيراميك الحمام والمطبخ تقريبا. يعني الدور ده فلوس هي جبنا السيراميك. فلوس الكبير كان يعني فلوس الكبير بقى من زمان يعني. ايوه ماشي بس يعني انا قصدي ان كل دور بالنسبه لك له ذكرى في بنا بيتكم. ده حقيقي. انت كنت بتحسبها ازاي في الفتره دي يا محمد؟ بحسبها ازاي في ازاي مش فاهم عمال تحسب الزمن اللي بيمر ده والفلوس القليله واي حد في مقتبل حياته الطبيعي يعني انه بيبقى دخله قليل او اي حد حتى ما حطش رجله على المنطقه الثابته في حياته بتبقى الدنيا مش سلسه. يعني كنت قلقان انه انك تخسر منى؟ بصي هو طبعا في خلال الفتره دي كنت قلقان اني اخسر منى اكيد ومش هتخسريها لان انت مثلا عايزه تخسريها. لا هي الظروف اقوى منك اللي انت لازم تعملي كده. انت فاهمه ازاي؟ بس هي كانت منى سبورت ورايا يعني في ظهري يعني تقول لي لا ما تقلقش انا معاك لا ما تقلقش انا مش عارف ايه لا ده التصوير اللي هتروح ده هيبقى حلو قوي لا هتعمل الدور ده كويس لا ده هتعمل ده احلى. ما كانش بتكسر مقاديفك يعني؟ لا خالص لا خالص بالعكس يعني كانت ممكن مثلا ايه تتخانق مع طنط خناقه كبيره عشاني اللي هو لا لا وخلاص انتهت وانا هتصل بيه اقول له خلاص وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف وبتاع فتقعد تتخانق مع مامتها. فالحاج الله يرحمه كان هو بقى اللذيذ بقى. بص انا فاكر موقف اللي هو كنا انا الحمد لله رب العالمين ما بحبش اكون مديون لحد. فجوازي الحمد لله قبل اخر يوم خالص فما فيش معايا ولا مليم خالص ولا مليم بجد. بس مش مديون لحد. مش مديون لحد دي اهم حاجه الحمد لله. والفرح بالليل وانا بالليل خلاص خلصت كل حاجه
خلصت كل حاجه مفيش حد ليه عندي جنيه. فتاني يوم الصبح المفروض ان انا ايه بقى الشاور بتاعك بقى وبتاع واصحابك يجوا لك ومش عارف ايه وتمام وتلبسي البدله وتخرجي. فجالي تليفون كانت الساعه كام 10 الصبح ده تاني يوم الفرح. يوم الفرح, يوم الفرح بالليل يعني الفرح بالليل انا جالي تليفون الساعه 10 الصبح. يوم الفرح الصبح يوم الفرح الصبح الو ثروت وبتاع احنا عايزينك في فيلم كرتون عايزينك تعمل دوبلاج صوت 30 حلقه. ماشي قشطه امتى؟ وكان قال النهارده الممثل اعتذر وبتاع واحنا اتصلوا بينا قالوا لنا ثروت بيعرف يعمل كام صوت كده وبتاع فهيجي. قلت له طيب انا جاي دلوقتي حالا. رحت فعلا وعملت ال 30 حلقه. في بقى عروسه بتصوت في البيت والله فاكر والله ويوميها سبت العروسه ورحت سجلت الساعه 12 لحد الساعه 6 وانا المفروض اخرج من كوافير 5 والمفروض هي تخرج من كوافير 5 ورحت رجعت البيت الثاني ربيت الساعه 6 لبست وخدت العربيه في الكوشه ورحت رايح جايب منى من عند الكوافير. اه والله المهم التسجيل طلع كويس ولا عيدته تاني؟ لا الحمد لله ما ابعت. منى عملتي ايه بقى لما هو كتب في البوست الطويل العريض ده عنك؟ بحبك يا منى عمري. لا بس انت ابتديت البوست يعني ايه وقور كده. بسم الله الرحمن الرحيم وربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ما هي حسنه الدنيا بتبقى الزوجه الصالحه عموما يعني. والحمد لله يعني ربنا اداني الزوجه الصالحه اللي هي منى يعني. الحمد لله. عملتي ايه بقى لما شفتي البوست ده؟ بصراحه يعني انا عينيا دمعت جدا والحقيقه اللي كانت موجوده ان انا كنت زعلانه منه شويه قبليها بيوم. هو كان بيصالحك. لا لحظه واحده بقى في وقفه. بقى انت كنت مزعلها قبلها بيوم. عارف بس هو الحقيقه عمل عكس يعني. هو مش المثل بيقول بيخانقني يعني. هو احنا دايما من زمان اي مشكله بتحصل ما بيننا بنقف عند حته ان احنا تعبنا قوي عبال ما وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. اي حاجه بتحصل بنفتكر لحظات كتير زي ان احنا كنا بنوضب البيت مع بعض، زي ان احنا كان في مشاكل بتحصل وكنا بنقف قصادها اكبر من اللي بتحصل دلوقتي بكتير. فهو لما كتبه كان قصد يقول لي يعني افتكري كل حاجه كنا بنعملها. طلعت عميق قوي يا عم. لا انا عميق قوي عميق واهبل. لا عميق وعاقل. لا عميق وعاقل. لا 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 يا غزال عجيبك. هو حقيقي اللي بيحصل بينه وبين بعض ده ولا ايه؟ احكي لي عن الهند. في علبه البوليبيف بيبقى عليها بقره. هبعت لك اتنين رجاله من رجالتنا هتتعرف عليهم عن طريق كلمة سر. يا ابو جماريش نعم هم خليت العيب ده. تقول حاضر ترج البيت. البيت والله انا عايز اتشيل عن فيك. انا محدش عارف لي بوش. فأحا